ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحبا بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرحات قريبا، اضغطي على الزر لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفا على الإطلاق. على وعلى ذلك سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظر كم هو لذيذ مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جدا، جربيها. هاي هذه لي. واو شهية رقيقة جدا. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر؟ ماذا لدينا هنا؟ أها، طعام قطط. كلنا نحبهم كثيرا، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسنا لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. أوي 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 جيليان انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي. بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم الجليدي. فقط كوني حذرة. أوي، الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان دعيني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. ها، الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغا بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان اضغطي على الزر، لدينا الكثير من المرح هنا. في كل مرة مفاجأة جديدة، ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين، فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان أمسكي، فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جدا. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. هذه التلميحات، إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة يبدو أنني سأصادف شيئا لذيذا. أنت فقط على حق جيليان، هذا الدلو الضخم من فشار الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك. وتستطيع الذهاب إلى السينما معه حتى بدون فيلم. لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو، لذيذ جدا. أريد الضغط على زر آخر، سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة.
أعلم أنك تحبينهم كثيراً. آه، للأسف دائماً ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ ألا متشوقة؟ واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة. هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جدا. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة ومنفوشة. سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً. أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟ لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. أوه، ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة. البعض يحب المالح. أوه نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. أوه نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. أوه، ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. تم إنقاذي. كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زرا بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيدا مع المارشميلو الرقيقة. أوه ماي جاد. جيليان، لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة، هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة. الآن سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. أنا جائعة لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جدا لك، لكن هذا رائع، لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم ترب وجهي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظا. هذا يكفي، هذا ليس مضحكا على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف آكل وأنا سعيدة جدا، على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد، جميل. هاي، أكثر دقة، انظري أين ترمين القمامة. ما هو الفرق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي.
توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة حان الوقت لأكل البيتزا. أوه نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مبهر جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة. يا له من سقوط. هذا هو، لكن البرج ليس بسيطا ولكنه لذيذ جدا. بقي السجن. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا. نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك تاك، رائعة جدا. لكن ليلي تأكل أولا. أنا أعرف، الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقا أحبها. لذيذ جدا لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائما لأكل شيئا لذيذا. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيرا حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة، بالضبط، لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلتم هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري، ضع يدك هنا، سوف نأكل التيك تاك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة، يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما، وليس لدي ما آكله، لكننا ممتلئون. واو، من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لن يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير. ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا أريد أكل هذه الأشياء.
يجب أن تكوني قد رأيتي وجهك المتجعد. هل تعرفين ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجاً. هيا ليلي افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكراً. سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيداً، سأساعدك. ما رأيك؟ هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا إنه فظيع. لم يسبق لي تذوق أشياء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري خذي علكة. شكراً، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل. لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جداً. سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لا حقاً، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد. وأنت غاضبة جداً ديانا. لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعاً وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيداً. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان! أجل ليلي، أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن. لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة. والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك فأنت بحاجة إلى رشها بالمعطر. أها، خذي هذا. أوه، يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة، على الرغم من أن طعمه سيء جدا. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني التحمل بضع فصوصا من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. بقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. إيوه، الرائحة كريهة. لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة سنتخلص منها من الغرفة. أوه، ليس لدي شيء لأتنفس. ساعدوني، أنقذوني. أتمنى أن تكون على قيد الحياة. بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي. أنا حية، أنا جيدة. واو، إنيد اشترت سيارة جديدة، تبدو حلوة. وهنا وينزدي في سيارتها الجديدة. هاي، لديها نفس سيارتي. لا، أنت اشتريتي واحدة مثل خاصتي. يا فتيات، لا داعي للشجار، سياراتكم تبدو مذهلة. لماذا الشجار على من اشتراها أولا؟ أوه، يبدو أن التحدي على وشك أن يبدأ. لا لا لا، لقد وصلت طلبيتي الملونة الخاصة بي. ماذا تفعل؟ هل هذه زينة لسيارة؟ بالضبط، سيكون لدي سيارة قوس قزح. ما علي سوى تعليق هذه السجادة الناعمة بألوان قوس قزح. وسوف أغطي كل سيارة، لا أريد أن تكون سياراتنا متماثلة. قوس قزح على العجلات أيضاً، وهذا القرن. أوه، إنيد، سيارتك ساحرة ومدهشة. وينزدي، كيف حالك؟ أنا لن أعلق حتى على هذا الجنون الملون، لكن لدي فكرة. سأقوم أيضاً بتزيين سيارتي بأسلوبي، يبقى أن أطلب ما أحتاج. واو، وصلت الطلبية بالفعل؟
هل هو بخير؟ إنه شاحب نوعا ما. نعم إنه كوينتين، يعمل لدى دراكولا. شكرا كوينتين. إذن لنرى. البخاخ الأسود خيارا جيد لطلاء سيارتي بسرعة بلون المفضل. اللون الأبيض هذا يبدو فظيعا. الآن هذا أفضل، وبالتأكيد أحتاج إلى أكسسوارات. أريد سيارة مصاص الدماء. دعونا لا ننسى أهم شيء، الأسنان والأنياب. الآن السيارة تبدو مخيفة، وهذا هو المطلوب. أي، ما هذا الرعب؟ سيارة وينزدي بشكل جديد. إينيت، سيارتك جميلة أيضا، لا حاجة للشجار. إينيت، طلبت شيئا مجددا؟ نعم، إنها تفاصيل لتزييني داخل سيارتي، وإلا فهي مملة. سأضع هذا البساط الملون على المقاعد. أوه، كم هم ناعمون ومشرقون. وللمقاعد الخلفية أيضا، لأن لدي الكثير من الأصدقاء يجلسون في الخلف. أعتقد سيحبون ذلك. لا أنسى غطاء عجلة القيادة. كل شيء سيكون بنفس الأسلوب. سأزين كل شيء. وهنا سيجلس هاجي واجي. وهنا أضع قوس قزح. ولا أنسى ألعب اللينة، ستجلس في الخلف. بقي القليل وسيارتي ستكون جاهزة تماما. واو إينيت، سيارتك من الداخل تبدو مذهلة فعلا. لن أترك الأمر هكذا. أنا أيضا سأغير التصميم الداخلي لسيارتي، ستكون أكثر روعة. أضع سجادتي السوداء على المقاعد وبعض الوسائد السوداء. وهنا هاجي واجي المفضل لدي بالأسود طبعا. ولا أنسى غطاء عجلة القيادة. لم يتبقى سوى القليل وسيكون كل شيء جاهز. ألصق زوجين من الخفافيش هنا. وهنا سأعلق صديقي. بالمناسبة اسمه جاك وهو مضحك. نضع الهدايا من والدي هنا، جمجمة وعنكبوت. ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ وينزدي، لدي قشعريرة من هذه التصاميم. أوه، هل هذا صديق آخر لك؟ نعم، إنه بوب لكنه نحيل فقط. أي، هل هو عيد الهالوين؟ صديقي يرسل تحياته. إنه وحش، مخيف، خبئوني. وينزدي، ماذا تفعل هناك؟ شيء، أعطني المفتاح. هيا، لا تتكاسل بسرعة. شكرا. إذن وينزدي، ماذا تفعلين؟ هل يمكنك أن تخبريننا؟ أوه إينيت، مرحبا. لدينا وينزدي هنا تصنع شيئا ما، لكننا لا نعرف ما هو بعد. نعم، سأخبركم بكل شيء. شيء، أعطني المفتاح. هاي، أين الشيء؟ سوف أجدك أيها الكسول، إنه لا يريد العمل. عندما أطلب المساعدة يهرب. أين أنت؟ لن أصرخ عليك، فقط أنا غاضبة. هيا دعني أراك، أين أنت؟ إنه ليس في أي مكان، لقد ذهب. شيء، عندما أراك سأرسلك إلى والديك. وما هذا الدور في منتصف الشارع؟ غريب، لماذا هناك دور؟ إينيت، ماذا يحدث؟ مرحبا وينزدي، افتتحنا أنا وشيء صالون تجميل في صندوق سيارتي، ما رأيك؟ افتتحتم ماذا؟ شيء، ميؤوس منك. إذن لم أقلم الورود منذ فترة طويلة في صندوق سيارتي. أعتقد حان الوقت للقيام بذلك بينما لدي وقت فراغ. رائحة الورود رائعة جدا، ستحبهم أمي بالتأكيد. والآن وقت إطعام صديقي الصغير أرنبي. أوي، وينزدي أخفتيني، انظري كم هو جميل. جميل؟ إنه أبيض جدا. لنذهب ونرى ماذا لدي في صندوق سيارتي. بكل سرور. هاي، حفلة عند وينزدي. إذن ماذا لديك؟ توقفي، عليك إغلاق عينيك. حسنا، لدي فقط وشاح ملون لذلك، أنا أحب المفاجآت. أوي إينيت، لن تعجبك هذه المفاجأة. كل شيء هنا يبدو مخيف جدا ومقزز حتى. إنه صندوق سيارة وينزدي، فلا شيء غير متوقع. إينيت تحملي، سيكون الأمر مخيفا جدا. آمل أنه إذا لم تحب الثعابين ستحب الفئران. ماذا يوجد هناك؟ شيء ناعم، كم هو ممتع.
وينزلي، أنا حقا أحب المفاجآت. لا تخبريني أبدا. أي انتظري، ما هذا؟ كنت لأظن أنه ثعبان، لكن من أين سيأتي الثعبان؟ أوه لا، هذا مرعب. إنهم جرذان وثعابين. وينزلي، كيف يمكنك ذلك؟ نعم وينزلي، كيف يمكنك؟ أوه وينزلي ستعزف على التشيلو الآن. كنت أرغب في الاستماع إليها منذ وقت طويل. ما هذا الرعب الذي يأتي إلى أذني؟ أطفئي هذا. فقط أنت تستمع إلى هذه الموسيقى المريعة. لا أتمنى هذا حتى لألد أعدائي. من الجيد أنني اشتريت مكبرات صوت جديدة لصندوق سيارتي. بوب، دعنا نظهر ما هي الموسيقى الحقيقية. أوه، لدينا معركة موسيقية؟ لنرى كيف ستجيب أنت على هذا. ماذا؟ موسيقى مرعبة؟ إنها وينزداي مع التشيلو. لقد أخفت صديقتي. وما هذا أيضاً؟ شيء، أنت دي جي؟ لقد علمتك سيمفونيات أكثر هدوءاً وكلاسيكية. أعتقد أن هذا جيد، حتى أنني أريد أن أرقص. هيا وينزداي. حسناً، أعترف أن هذه الموسيقى جيدة. الرقص عليها ممتع حقاً. يا فتيات، هذا مذهل. جمعتكم الموسيقى معاً. شيء، أنت دي جي عبقري.